بسم الله في دورة حياة المبنى أو دورة حياة إن أنا أعمل الموديل، في مراحل بمر بيها: بري ديزاين، كونسبت، وبعد كده سكيماتيك ديزاين، وبعد كده ديتيل ديزاين، وبعد كده كونستراكشن دوكيومنتس، وبعد كده بطرح المشروع اللي عايز يعمله المقاولين، وبعد كده مرحلة الكونستراكشن. فكل مرحلة من دول بيبقى في حاجات بهتم بيها وفي حاجات أهميتها قليلة بالنسبة لي. يعني هنا أهتم مثلا دي البريمير اريا اوف فوكس، هنا مثلا في البري ديزاين هتعمل بالسايت وبيلدينج سيستنج، لسه بشوف اختبارات الموقع هل الموقع ده مناسب ولا لا، ولا في مشاكل، وايه المباني اللي حواليا. في مرحله الكونسبت خلاص الموقع بقى موجود، فاهميته موجوده بس اقل من الاول، ما بقاش مركز عليها. تمام، في بعض النقط ما مش ههتم بيها دلوقتي، يعني انا لسه بفكر في الفكره، اهتم بالفينش لا صعبه. فالكونسبت بركز بقى على البيلدنج سيستنج وعلى المبنى بتاعي. في مرحله السكيماتيك هبدا اهتم بالبيلدنج مع الرومز. في مرحله الديتيل ديزاين خلاص هبدا ادخل بقى في العناصر بتاعه المبنى مع الروم مع البيلدنج. في الكونستراكشن دوكيومنتس مهتم بالفينشنج كمان. مرحله بقى الكونستراكشن بيبقى التركيز على البيلدنج اليمنت وعلى الفينشز، وبقى في خصائص بنبدا نحطها في كل مرحله من المراحل. يعني خلاص وانا بسلم بهتم مثلا بالاوبريشن، وفي مثلا الكونستراكشن بهتم بان انا بحط الداتا بتاعت العمليات والداتا بتاعت الانتاج. تمام، في كل مرحله من المراحل ببدا اركز على حاجه معينه بحيث ان هي دي اللي هتفيدني في المرحله ديت. في مرحله تانية ممكن الحاجه دي متبقاش ليها نفس الاهميه وعنصر اخر بيدخل بيبقى هو ده المهم بالنسبه لي.